أبو مجاهد، هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات في حلب؟ نعم، جرت اشتباكات عنيفة اليوم صباح اليوم في سجن حلب المركزي بين الثوار وقوات النظام في محاولة للجيش الحر للسيطرة بالكامل على السجن. كما أنه ورد خبر أن السجن تحرر بالكامل، فهذا الخبر لا صحة له، لأن ولا تزال الاشتباكات مستمرة بالتزامن مع استهداف المباني المحيطة بالمبنى الرئيسي والتي تتمركز فيه قوات الجيش النظامي، كما أشارت أنباء أولية عن تحرير عدد كبير من السجناء. والثوار يستهدفون اليوم بمدافع تتمركز فيها بالمدفعية، مراكز تتجمع فيها قوات النظام بحي الخالدية في مدينة حلب. كما دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم في مطار منغ العسكري، والثوار يدمرون دبابة لكتائب الأسد داخل المطار. كما جرت اشتباكات متقطعة بين الثوار وكتائب الأسد في جمعية الزهراء في محيط المخابرات ومحيط المخابرات الجوية. وقد أعلن الثوار صباح اليوم في الصباح الباكر عن معركة أطلقوا عليها بشائر ليلة القدر، والتي تهدف لإكمال تحرير معارك الأرتيق، والاشتباكات قوية تجري في محيط المنطقة حتى الآن. شارك أبرز المشاركين في هذه العملية لواء الأقصى وكتائب فرسان الخلافة. كما تجري اشتباكات في هذه اللحظات في حي الراشدين الشمالي بين الجيش الحر وعصابات الأسد. كما قامت الهيئة الشرعية اليوم مساء الأمس بإلقاء القبض على قائد لواء سوريا الحرة ومجموعة من عناصره في حي الجزماتي على خلفية اتهامه بقضايا خطف مواطنين وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. والجدير بالذكر أن بالأمس مساء الأمس تم عند حاجز المعبر معبر بستان القصر تم اختفاء وخطف مدير المؤسسة الدوائية في مدينة حلب. أبو مجاهد من شبكة شام.